بحضور الفريق ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 11 لهذا الموسم الذي يقيم على كؤوس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وكأسي سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وكأسي نجلاء سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة هما سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر سباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين في السباق.